الجواب هو أنه لا يجوز شرعاً أداء صلاة التراويح، فإنها بدعة ولا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالبدعة. وقال الأئمة صلوات الله عليهم: لا يضر الله من حيث يعصى. فعلى الأخ الكريم أن يحيي ليالي شهر رمضان بالنوافل وبالصلاة والقيام، ولكن بلا جماعة، فإنه لا جماعة في نافلة، وبقراءة القرآن والأدعية الشريفة سيما أدعية إمامنا وسيدنا زين العابدين صلوات الله عليه الموجودة بين دفتي كتاب الصحيفة السجانية. فإن شاء الله تعالى الأخ الكريم يقوم بمثل هذا حتى ينال رضا